صباح الخير. صباح النور. كيفكم؟ الحمد لله. بعرفكم بحالي، أنا اسمي إيهاب الشمالي، مدرس الموسيقى بمدرسة الأحداث الخاصة، روضة الأحداث الخاصة بأبو رمان. متعرف فيكم؟ اسمي يارا محروس. يارا. علا رفاعي. علا. شاو جبه. شاو. جنى خرطبيل. جنى. ميار راح. آدم عبدو. من هنيك يلا. آدم عبدو. إدريس كلش. إدريس. وليد مرة. ميار إبراهيم. ميار. يارا، علا، شام، جنى، آدم، إدريس، وليد، ميار. أهلا وسهلا فيكم. كيف كل يوم تمام؟ الحمد لله بخير. نشيطين؟ هيك اليوم؟ اليوم درسنا كثير 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 حلو. كثير حلو. هذا كل يوم الصبح بس نفيق لازم نحن نتذكره لهذا الدرس. ليش؟ انتبهوا على العنوان تبعنا. شو اسم درسنا؟ مين بيقول لي؟ الشراق. ميار؟ الشراق الصباحي. الشراق الصباح. ليكو هالرسمة؟ شايفينها؟ مين بيحكي لي على الرسمة؟ وليد يلا. شمس. شمس شبا. ميار؟ شمس تشرق في السماء. ايه، إذا أول شروقة بزوغ الشمس، شايفين الساعة كل القرص مو كله بالسماء، أول طلعتها، شو شايفين كمان؟ مين بيقول لي؟ يلا آدم. صبي يتنشق الهواء. تماما، صبي واقف الصباح عم يتفرج على الشمس وفاتح إيديه هيك. يا سلام، أحلى إشراقة الصباح. مين كمان بيحكي لي؟ شام. وعيون بجانبه خضار وجنوب. برافو، مروج وسهول وشجر وجو جميل كثير حلو. شو كمان؟ يلا دريس. وغيوم. غيوم حلوة صافية الغيوم، غيوم بيضة. يارا. والسماء صافية. السماء صافية يارا. شو كمان؟ علا. السماء صافية والغيوم بيضاء. بيضاء جميل. لاحظتوا في ضوء بالمروج، شو هذا الضوء؟ كأنه عم يفرجينا انه الشمس لما طلعت شو عملت دريس؟ لما تطلع وضوء. ضويت الدنيا كلها، انتشرت الشمس كلها، ضوء الشمس ما بينخفى، كان واضح على كل المنطقة، على كل المروج وكل شيء. صح ولا لا؟ صح. شو شام؟ لكن برافو عليك يا شام، برافو. كمان الشمس أعطت الألوان للمكان، انتبهوا، بين الأخضر، بين الأحمر والأزرق. طيب، هون عندنا أغنية كثير حلوة كثير حلوة مناسبة للصباح. مين بيقرأ لي الأغنية؟ يلا من عند ميار أول سطر. ما أجمل الصباح. ما أجمل الصباح. كفي. تزهو به الدروب. تزهو به الدروب. تزهو به الدروب. ما أجمل الصباح، عم يقول الشاعر عنا هون اللي كتب الكلام، ما أجمل الأستاذ معاوية كوجان. ما أجمل الصباح تزهو به الدروب. وليد. فتشرق الأرواح وتضحك القلوب. فتشرق الأرواح، ما شفت الولد عمل هيك إيديه، وتضحك القلوب. ننبسط كثير نحن لما بتطلع الشمس، صح ولا لا؟ صح. يلا دريس الثالث. ويملأ الضياء. الضياء. مرابع. مرابع. مرابع السهول. السهول، ما لاحظنا بالرسمة كيف الضوء انتشر على السهول كلياتها؟ نعم. ملأ الضوء المكان. آدم. فتبسم السماء وتنشد الحقول. يعني السماء ابتسمت بطلعة الشمس، فرحت بطلعتها، والحقول شو؟ صارت تغني، لأنه لما بتطلع الشمس وبيطلع الضوء بيطلع شوية نسمة هواء، فبتشوفوا الزرع عم يتحرك كأنه الحقول سعيدة ومبسوطة وعم بتغني بطلعة الشمس. مين بكفي؟ يلا. يارا. وتصدح الأطيار على ذرى الغصون. وتصدحوا، شو يعني تصدحوا؟ أيار. تصدحوا. يارا. تغني. تغني. الأطيار. العصافير. عصافير جمع طير. يلا علا. أطيار. الطيور. الطيور، يعني الطيور بتطلع بالسماء لما بتطلع الشمس. اسمع، اول شيء الصبح ونحن نايمين زقزقت شو؟ عصافير. اول شيء بفيق قبلنا، نحن الساعة بنتخبخ. وين بنتخب؟
انهم بفيقوا بيطلعوا بصيروا يزقزقوا الاطيار. على ذرى الغصون، على ذرى الغصون، شو هي الذرى؟ الذرة هي القمم، يعني ذروة السبورة هي فوق، ذروة الطاولة هون، فذرة الغصون هي أعلى الغصن، فالعصافير بتكون واقفة أعلى الغصن، صح؟ قاعدة عم تغني وتنشد مبتهجة بشروق الشمس. يلا علا. فتعبق الأزهار وتنهل العيون. وتنهل. وتنهل العيون. إذا فتعبق الأزهار وتنهل العيون. شو يعني تعبق الازهار؟ الازهار تحب تفتح تنبسط تشرق كلها على طلعه الشمس، تكون الورده مغمضه هيك تفتحوا ورقاتها، والعيون تبعوتنا ما بنكون نعسانين بالليل نحن لما تطلع الشمس هيك تشوف فتحنا عيوننا هيك وشو شبعنا من ضوء الشمس هيك، العيون كلها بتنبسط من ضوء الشمس هيك تنفتح على الاخير هيك. يعني تعبق الازهار وتنهل العيون. مين بكفي؟ يلا شام. الميكروفون. وترحل الأحزان فيظهر السرور. برافو. بالليل دائما أنا مريض مقرب اليومين بالفرشة، فبالليل بتصيبني هيك بكون مرضان وحزين، فلما بيطلع النهار شو بصير؟ بترحل الأحزان وبفيق وبنصحصح وبنغسل وشنا وبيظهر شو؟ السرور. شبه الشاعر هون السرور مثل الوردة يلي بتزدهر أو بتزهر بتنبت يعني بتكبر لما بيطلع الضوء. إيه؟ يلا جنى. وتكتب الألوان يا مرحبا يا مرحبا بالنور. يا مرحبا بالنور. تكتب الألوان يا مرحبا بالنور. شو قصده بهذا البيت؟ مين بيقول لي علا؟ تظهر الألوان. إيه؟ بالليل نحن إذا وقفنا بنفس المنطقة تفرجنا على شباك البيت، وقفنا شباك البيت وطلعنا تحت على الحارة منلاقي كل شيء أسود لونه، ما مننتبه إنه لون الحيط تبع البناية أحمر، لون الشجر أخضر، بيطلعوا كلهم شو؟ بالظلام باينين سود وعتم، لما بيطلع الضوء بنصير نميز الألوان. من بعيد إذا بالليل شايفين واحد جاي ما بنعرف شو لابس لون الكنزة والبنطال، بس بالنهار بنقول لابس أزرق لابس أحمر، صح ولا لا؟ إذا الألوان بتنبسط كثير بتقول يا مرحبا بالنور، هلا أنا صرت ببين وصار ببين أنا شو الألوان يلي لابسها أو شو هي الألوان. حلو كلام الأغنية؟ نعم 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 نعم. كثير بتعبر عن الصباح. نعم. حبيتها أنا، حبيتوها أنتو؟ نعم نعم. نرجع نغنيه؟ يلا. نعم. ميار. يا مرح يا ما أجمل الصباح تزهو به الدروب. وليد. فتشرق كل الأرواح وتضحك القلوب. ريس. ويملأ أضواء مرابع السهول. مرابع. مرابع السهول. مرابع السهول. فتبسم السماء وتنشد الحقول. يا يارا. وتصدح الأطيار على ذرى الغصون. فتعبق الأزهار وتنهل العيون. العيون. وترحل الأحزان فيزهر السرور. وتكتب الألوان يا مرحبا بالنور. يا مرحبا بالنور. حلو إيمو. نعم. شو رأيكم نلحن نسمع لحنا؟ نعم. تصبح إيرنية. شو اسم هي الآلة؟ شام. لا. دريس. الجيتار. لا. ميار. أكورديون. أكورديون اسمها هي الآلة. هي الآلة اسمها أكورديون. أبعزفلكم فيها بالصف؟ لا. هي الآلة مثل البيانو من هون بس نفخ. يتم العزف عليها عن طريق النفخ. بننفخ نحن هون مع العزف لإخراج الصوت. جاهزين؟ نعم. يلا. واحد اثنين. صوت
مين بيقول لي شكل العلامة؟ ميار؟ المستديرة. مستديرة، ليش يا ميار؟ لأن كنا نعزف أربع أزمنة. أربع أزمنة ضلينا عند كل علامة لما غنينا السلام. برافو ميار. يلا، ثاني مرة. واحد اثنين. بيضاء. برافو. ليه؟ عدناها مرتين. ما عدناها، ضلينا زمنين عند كل علامة. يلا آخر مرة. واحد اثنين. وليد؟ سوداء. سوداء. ليه؟ زمن واحد. برافو. تذكرين اشكال علامات موسيقيه؟ نعم. اذا دائما الوقت اللي بنقضيه بالعزف تبع العلامه كثير مهم بتحديد شكلها وقديش زمنها وقديش قيمتها لازم نحن نضل عندها. نرجع للاغنيه تبعنا، ما اجمل الصباح تزهو به الدروب. نحن بنعرف قبل كل اغنيه في لازمه موسيقيه، بعدين الكلام، بعدين في لازمة، بعدين مقطع ثاني، مو هيك بالعادة بنقول؟ نعم. خلينا نسمع لحن الكلام طبعا. ما أجمل الصباح تزهو به الدروب. حلو اللحن؟ جربوا سوا؟ يلا، واحد اثنين. ما أجمل الصباح تزهو به الدروب. عيدا. ما أجمل الصباح تزهو به الدروب وتشرق الأرواح وتضحك القلوب. نعيدها. وتشرق الأرواح وتضحك القلوب. حلو اللحن؟ نعم. نطبق الاثنين سوا؟ يلا، واحد اثنين. ما أجمل الصباح تزهو به الدروب. ما أجمل الصباح تزهو به الدروب وتشرق الأرواح وتضحك القلوب. حلوة مو؟ نعم. فتشرق الأرواح وتضحك القلوب. بنعيدها كمان مرة عشان نحفظها. يلا، واحد اثنين. ما أجمل الصباح تزهو به الدروب. ما أجمل الصباح هلا ويملأ الضياء مرابع السهول. اسمعوا لحنا ما احلاهم. هون بتصير عنا ويملأ الضياء مرابع السهول. قولها سوا؟ نعم. يلا، واحد اثنين. كمان عيدا. واحد اثنين. حلو اللحن هون. بعدين شو بتصير؟ فتبسم السماء وتنشد الحقول. فتبسم السماء وتنشد الحقول. عيدا. واحد اثنين. فتبسم السماء وتنشد الحقول. نطبقهم سوا الاثنين من عند ويملأ الضياء. واحد اثنين. ويملأ الضياء مرابع السهول. ويملأ الضياء مرابع السهول. طلعوا باللوح، معلش ما حفظناها. بعد لكم شوي. إذا شو بتصير؟ ويملأ الضياء مرابع السهول فتبسم السماء وتنشد الحقول. بنعيدها؟ نعم. شايفين مني اللوح؟ نعم. واحد اثنين. ويملأ الضياء مرابع السهول. ويملأ الضياء مرابع السهول.
من الاول لهون؟ لا. واحد اثنين. اجمل الصباح تجلو به الظروف، ما اجمل الصباح تجلو به الظروف، وتضحك القلوب نضياء ورابع السهوم. حلوة؟ نعم. هلا المقطع الثاني نفس اللحن بس غير كلام. نفس اللحن بس غير كلام، جاهزين نطبقهم سوا؟ نعم. واحد اثنين. وتضحك الأطياف على سور الغصون، وتضحك الأطياف على ذرى الغصون، وتعبق الأزهار وتنهل العيون. فتعبق الأزهار وتنهل العيون. بنعيدها؟ يلا. واحد اثنين. وتصبح الأطيار على ذرى الغصون، وتصبح الأطيار على ذرى الغصون، فتعبق الأزهار هلا وترحل الأحزان فيزهروا فيزهروا سرور. خلونا نظبطها. وترحل الأحزان خلونا نظبطها. وترحل الأحزان فيزهروا السرور، وترحل الأحزان فيزهروا السرور، وتأخذ الألوان يا مرحبا بالنور. العيدة. وتأخذ الألوان يا مرحبا بالنور. حلوة مو حلوة؟ حلوة. خلونا نغني من عند وتصدح للأخير. يلا. واحد اثنين. وتصدح الأطياف على ذرى الغصون، وتصدح الأطياف على ذرى الغصون، وتنهل العيون، وترحل الأحزان ويزهر السرور، وترحل الأحزان فيزهر السرور، وتعبق الألوان يا مرحبا بالنور. حلوة مو؟ نعم. بنعيدها من الأول لهون؟ نعم. يلا. واحد اثنين. ما أجمل الصباح تزهو به الظروف، ما أجمل الصباح تزهو به الظروف، وتشرق الأرواح وتضحك القلوب، ويملأ الضياء مرابع السهوم، ويملأ الضياء مرابع السهوم. هاي المقطع الأول. ثاني. يلا. واحد اثنين. وتصبح الأطياف على ذرى الغصون، وتضحك الأطياف على ذرى الغصون، وترحل الأحزان فيزهر السرور، وترحل الأحزان فيزهر السرور، وتكتب الألوان يا مرحبا باللوح. حلو. ليش ما بتطلعوا باللوح ادريس؟ طلعي باللوح وغني عشان تضل حافظ الأغاني. هلا في إلها لازمة موسيقية، سمعكم إياها؟ اسمعوا اللازمة طبعا. نعيدا. واحد اثنين. لا 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 لا
حلوة اللازمة؟ نعم. العيدة؟ نعم. بس أهم شيء آخر شيء حفظوها معي. دو ري مي فا مي ري دو. كمان مرة. دو ري مي فا مي ري دو. نعيد اللازمة كلها. واحد اثنين. لا 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 هون بعدها شو بنقول؟ ما أجمل الصباح تزول. حفظتوها؟ نعم. أكيد؟ نعملها كلها؟ نعم. بس بين الأغنيتين هون بين المقطعين عند وتصدح الأطيار نعمل لازمة وبنرجع المقطع الثاني وتصدح الأطيار. حسناً. إيه؟ وفي كمان شغلة واحدة لما بنرجع بنخلص بنرجع على الأول وين بدنا نختم؟ عند وتنشد الحقول. تمام؟ هي شو بتكون؟ فتبسم السماء فتبسم السماء وتنشد الحقول وتنشد الحقول وتنشد الحقول. بنعيدها ثلاث مرات. ايه اكيد فهمتوا؟ نعم. ان شاء الله يلا نجربها كلها سوا. نعم. يلا من الاول. واحد اثنين. لا 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 حبيتوا اللحن؟ نعم. حلوة الأغنية كثير، ما في أحلى من الصباح. تعالوا شوفوا شو بدنا نعمل للأغنية. عم بيقول لنا بالدرس، تذكروا شو هذا؟ مين بيقول لي شو هذا؟ السطر. مين بيقول لي ميار؟ السطر الإيقاعي. السطر الإيقاعي. تذكروا نحن كان عندنا المدرج الموسيقي خمس أسطر تحصر
أربع فراغات نكتب عليه شو؟ العلامات الموسيقية. أما السطر الإيقاعي شو نكتب عليه؟ ميار الإيقاع. الإيقاع نكتب عليه أي شيء إيقاعي. تمام؟ نحن بالسطر الإيقاعي في مفتاح صوت؟ لا. ليش؟ لأنه ما في علامات. في ديازو بيمول دليل سلة؟ لا. ليه؟ لا إيقاع. لأنه ما في علامات. ما في علامات لحتى نحن بدنا ندل عليها ديازو بيمول. شو في عنا؟ شو بنحط؟ 2 على 4 شو يعني من ميار؟ سوداء. لا. الأربعة معناها سوداء، 2 × 2 من كلمة يدور السوداء. يعني دليل مقياس اسمه، شو اسمه يا وليد؟ دليل مقياس. 2 على 4 أو 3 على 4 أو 4 على 4، إذا السطر الإيقاعي بنحط عليه بس دليل المقياس لحتى يقول لنا قديش بدنا نحط، انتبهوا كم مقياس مقسم لي؟ مين بيعدهم؟ 1، 2، 3، 4 إذا حاط لي هو سطر إيقاعي من 8 مقاييس بمقياس 2 على 4 وعم يقول الأستاذ هو يعبي، بس هو شو شرط علينا؟ إنه لازم يكون هذا السطر الإيقاعي متوافق مع الأغنية عشان نقدر نحن نعزف مع الأغنية. تمام؟ تعالوا نعبي الآلات نحن، شو رأيكم؟ نعم. جاهزين؟ نعم. خلينا تبين الشطارة. 2 على 4 1، 2، 3 رح اخذ انا 4 مقاييس بس. تمام؟ شو بتختاروا آلة مثلا 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 مثلث، شو رأيكم؟ نعم. مثلث؟ نعم. معروف المثلث؟ نعم. وشو بنختار آلة كمان؟ الدف. بنختار الدف. هي الدف. شو بنختار كمان؟ الأجراس. هي الأجراس. مركز. مركز 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 مركز. هي المركز، نوعين مركز. شو كمان بنختار؟ الصنج. صنج. بنختار الصنج. خلينا نكتب الآلات. لا هلا هلا كل خط بنكتب حده آلاته. شو ضل كمان؟ والمثلث الصغير. هدول حاجة؟ حاجة. كيف بدنا نكتبهم؟ كيف بدنا نكتبهم؟ 2 على 4. طبعا نحن بنعرف الإشارات مو؟ مين بذكرنا بالإشارات؟ اس. يا عيني عليك. يعني هي اسمها دوم اس وهي اس. هدول المطلوبين. تك بتكون كيف؟ يعني عليك ميار شطور ميار. هي الإشارات تبعنا نحن. ساعدوني بالتشكيل. هلا الصنج في ميزة واحدة، مين بيذكرها؟ ميار؟ بنعد سرائس آخر شيء. يعني آخر شيء، آخر شيء بنحط الصنج لا. لأنه ما فينا كل شوي نعمل، فخليه يكون آخر الغناء تبعنا بنحط صنج. فكيف رح يكون شكله؟ اس 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 تا تا دوم. وهذا شو قلنا اتفقنا؟ هذا الصنج. هذا الصنج، هذا الخط تبع الصنج، اتفقنا عليه؟ نعم. خلصنا من الصنج. على 2 على 4 1، 2، 3، 4 استاذ حاطه 3؟ لا 1، 2، 3، 4 بعد دليل مقياس دغري بيكون عندنا 1 مقياس. ما رح ناخذ مثلا المركز دوم اس دوم اس دوم اس دوم اس اس. اوكي هي شو اتفقنا نسميها؟ مركز. اي مركز. مركز. شو كمان؟ الدف. الدف
شطورين انتم. اثنين على اربعة. تمام، اثنين على اربعة اجباري كلهم. وبنعمل نحن هون. واحد اثنين ثلاثة. خلينا ناخذ مثلث دوم. اس دوم. اس اس دوم. 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 اس. شطورين. بس خلينا ناخذ جي. خلينا نرسمها بس، هذا شو قلنا هذا؟ المثلث. الكبير. الصغير تعالوا نرسم الصغير. العربة. الصغير كيف بدنا نعمله؟ مين بيقول لي؟ نفس اللي فيه. لا لا ميار حزير، شو بنعمله؟ كله عم يضرب الصغير. دم. شو رأيك؟ نعم. دوم 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 دوم. كتابتي صح هيك؟ نعم. لا. شو ناقص؟ ما حطينا المقاييس. برافو يا مين. بدنا نفصلهم هيك هيك هيك. هلا هيك صارت صحيحه. هذا شو قلنا؟ هذا المثلث الصغير. شو ضل عنا هلا؟ الدف. الدف خلي الاجراس تعمل مثل المراكاس. شو رايكم؟ هلا تعبايتهم سهلة، فينا نعبي كيف ما بدنا. بس هلا العزف، هلا بدنا العزف، نشوف العزف. يا شطورين. السنج حطيناه فوق أول واحد، خلصنا منه. أصعب شيء. هذا شو قلنا؟ هذا دف. اي اشكاله واضحه هيك؟ صعبه. خريطك خريطه كبيره. خليني اجرب انا عشان نفهم مع بعض. هي الصنج. الصنج شو عم يقول لي هو؟ اثنين على اربعه. خلينا نعدهم. واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. وبضرب يعني بمسك هيك بعد بقلبي أنا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. إيه؟ وبضرب الصنج. واضحة هاي؟ هاي الصنج. هلا اللي بعده شو هو؟ مثلث. لا عندي المركاس. المركاس والأجراس. شو عم يقول لي هو؟ سكتة. واحد اثنين واحد اثنين واحد اس واحد اس واحد اس واحد اس. وتضل تتكرر. تمام؟ يعني واحد اس واحد اس واحد اس واحد اس. وبالاجراس نفس الشيء. واحد اس واحد اس واحد اس واحد اس واحد اس. واضحه؟ حتى لو بالمركز كبير. واحد اس اس يعني صمت. ايه؟ هلا المثلث الكبير. المثلث الكبير شو عم يقول لي؟ دم اس دم اس دم 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 اس. بمسك المثلث بحرره. دم دم اس دم 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 اس دم 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 اس. سهلة؟ نعم. هلا شو عنا؟ المثلث الصغير. المثلث الصغير اسهل شيء. عم يقول لي كلهم شو؟ كلهم دوم، يعني بمسكوا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. سهل مو؟ شو ضل؟ الدف. الدف مسكته له فتحة هون شايفينها؟ بمسكوا هيك. هلا الدف شو عم يقول لي؟ عم يقول لي دوم 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 اس دوم 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 اس دوم 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 اس دوم 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 اس.
جرب؟ لا. مين بجرب عدا؟ ميا. جرب خط الدف. ما مستعجل. برافو. ما مستعجل. المثلث الصغير مين بجرب عليه؟ يلا دريس. اعطيه لدريس. لا لا ما بنستعجل دريس يعني يلا واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية واحد برافو نضل مستمرين المثلث الكبير مين بجرب وليد بطل يا وليد يلا واحد اس واحد اس واحد 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 اس ما بنستعجل عم هل بنعيد وليد يلا واحد واحد اثنين يلا نتبع معك كلنا يلا وليد واحد اثنين دوم دوم اس دوم 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 اس كفي دوم اس دوم اس دوم 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 اس برافو وليد هلا المركز مين بجرب مركز؟ يلا جنى يلا جنى يلا برافو شو عم تقول لي؟ يلا جنى دوم اس دوم اس دوم اس دوم اس مين بجرب مركز ثاني؟ يلا برافو شطورة مين بجرب الأجراس يلا هنا لا حاولي طيب بس واحدة ايه اضربيها بإيدك على إيدك برافو شام ثانية ما بنستعجل بس شو بل عنا؟ صنج مين بجرب صنج؟ يلا آدم بدك تعد منيح آدم يلا يلا عد لا لا خليني أنا أعد لك يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة برافو انتبهتوا كيف؟ نعم على الثامنة ضرب مو سهلة صعبة فينا كل واحد يركز بآلته ونجربها جماعيا كلنا اكيد نعم اكيد نعم يلا خلونا نجرب لحظه واحد اثنين هذا خلصنا اربع مرات لا لا بنعيدها 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 ركز يلا عد له على الثامنه تبعته لدريس اضرب انت دش يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة واحد شام عم تجربي عكس تمام إذا وقفوا ليش عم بيرجعوا؟ ركزوا اثنين واحدة واحد اثنين يعني على الفردي بضرب على الرقم الزوجي ما بضرب ايه انتوا المراكاس ايه دريس نغني الاغنية هلا بس لنظبط الايقاع يلا واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة ستة سبعة ثمانية تسعة ضربت دريس هذا بنركز هيك وليد شطور مركز بحاله كل واحد بيركز بآلته بنعيدها؟ نعم رح عد بصوت عالي مشان اضبط الكل واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية
مقبولة؟ ظابطة؟ نعم. طيب قولي ركز. مرة الثامنة الثامنة أكيد؟ بنجربه مع الآلة؟ نعم. معي رح تطلع حلوة. رح تطلع حلوة صدقوني. بس هلا أنا أحسن. لا لا أي أحسن بس يلا مشان يطلع الدرس كثير حلو مع الايقاع. شفتوا فرقه بدون ايقاعات شيء؟ لا ما في، طلعوا على التلفزيون ولا فرقه بالايقاعات هن اللي بيحلوا العزف. يلا. واحد اثنين. نرجع من عيد. واحد اثنين. ما اجمل الصباح تجمع الدروب. ايوه هلا. رجع من عيدة. أنا بطأت الوزن شوي. لا ما يلا واحد اثنين. ما أجمل الصباح تزهو به الدروب. لا بعد كلمة الدروب دربتش. نرجع من عيدة. أنت شو بدك؟ أنت عد لإلك ثمانية. يلا واحد اثنين. واحد اثنين. ايوه زبطت. شفتك كيف ادم؟ اه زبطت؟ نعم. ما زبطت؟ ليه؟ لا انت خلص ركزي في حالك. عدي واحد اثنين. على العدد الفردي بضرب، على الزوجي بسكت. ايه والمركز نفس الشيء. من عيدة؟ نعم. انت ما بصير تنتبه على رفيقك، لازم ركز على آلتك. واحد اثنين. برافو هذا كثير حلوة طلعت. انتبهتوا؟ نعم. نعيدها؟ يلا نعيدها مرة ثانية. واحد اثنين. برافو. فينا نغني ونعزف؟ نعم. عن جد فيكم؟ نعم. والله ابطال اذا بتعملوها. خلونا نجرب، خلونا نجرب. يلا رح احاول غني معكم انا. يلا. يلا اربع الميكروفون اذا بدكم تحكوا شعر. واحد اثنين. ما اجمل الصباح تزهو به الغروب. ما اجمل الصباح تزهو به الغروب. برافو. ما بغني يعني انا. فينا نكفيها؟ نعم. بنحب نقراها، بنحب نغنيها. ايه طلعوا على اللوح ما عليه. ما بحبها. اه يلا ايه ايه حقكم علي حقكم. حفظتوا الادوار؟ نعم انا حفظت. عيطوا عيطوا علي بس لانه انا استاذكم. عيطوا علي يلا. اللولي ما انتبهت. يلا شايفين مني؟ نعم. يلا من الاول. من الاول. واحد اثنين. ما اجمل الصباح تزهو به الدروب. ما اجمل الصباح تزهو به الدروب. تشرق الارواح وتفتح القلوب ويملأ الدنيا صرت فيها. بدنا ندقق ندقق كثير فيها. ما كان درسنا حلو؟ نعم.
خلينا نختم الحلقة ونحن عم نعزفها ونغني. نعم. ايه؟ نعم. ايه؟ نعم. غني المقطع الأول يلا. يعني. جاهزين؟ نعم. واحد اثنين. نعم. برافو برافو برافو. صف عليكم، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية.